أنا حقيقة ريت ما روج حول وجود مخبات ووضع بيئي كارثي. أنا الحقيقة ننفيه تماما. بالعكس احنا منذ توسع التراب البلدي في فنجان في 2017 ولا يشمل ليان وتركي وجبل صريف وعين طولنك حقيقة غطينا كبلدية غطينا المناطق لهم بالنظافة. فنجان وزعنا حوالي 42 حاوية والشاحنة متاع البلدية تمشي كل يومين معناها نهار بعد نهار تمشي البلاصة المدينة نظيفة وتجم تسروا العاقلين والموضوعيين يحكيوا لك على النظافة في فينيانو. كيف في تركيا غطينا باللي وتركي بالحاويات بنفس الطريقة اللي غطينا بها نيانو ما فهمش حتى مشكلة متاع المصبات. وبالعكس احنا قضينا على المصبات رغم انه ما عندناش مصب مراقب في جرانباليا ونخدم بامكانيات هي نفس الامكانيات تخدمها هي الخصوصيه السابقه مثلا في 2012 13. لكن مع التوسع البلدي اللي هو اللي يشمل في اول 23000 ساكن ولين في 44000 ساكن بحكم التوسع اللي يشمل تونس تو اللي حكيت عليه تو. دونك احنا راهو براتيكمون ما عندناش حتى مصب. كان ثم مصب سيئه قبل في 2015 قريب لمدينه جرنباليا قرينا عليه وجامع ساعات ثم حتى مشله. ثم مصب نتاع فواض البناء هذايا اللي هو يعني سي سعودي نعم نعم تفضل ثم مصب نتاع كان سابق المصب نتاع فواض البناء قريب المعهد ابن سينا مسكرينه ماهوش مستغل. هذايا نتاع فواض البناء مش فواض فترات منزليه وما عندناش براتيكمون ما عندناش حتى شكل. بالعكس احنا في مدينه جرنباليا نسموا من انظف المدن مقارنه مع الغير. لان حالا ما نجموش نوصل زيرو فور اي جهه ولا اي مدينه. لكن الحمد لله الوضع البيئي سليم والبلديه يعني سي سعودي نعم. سي سعودي هذا الاشكال نعم. كان قايم لكن تم اللي فهمته من كلامك انه الاشكال هذا كان موجود ولكن تو تم التدخل وحل الاشكال هذا. واليوم الوضع البيئي في جرنباليا والمشاكل اللي ذكرناها الكل تحلت. راهي ماهيش باش تحل باش توصل 100%. احنا على الاقل في وضعيه جيده. المصبات العشوائيه ما عندناش مغطين المناطق البلديه خاطر البلديه وما تعملش جرنباليا ولا تاج البلديات. لكن الطريقه اللي تم لكن الطريقه اللي تم الحديث عليها انه كانه الوضع مازال كما هو عليه يعني وضع كارثي. علاش اليوم مره اخرى اثيرت الحكايه ذي؟ لا خليني نوضح لك. انا ديجا دخلت امس تدخل بسيط. راهو ثم احدى الصفحات انا اعطيك احدى الصفحات والمشرف على احدى الصفحات عنده مشكله مع الموظفين في بلديه جرنباليا ومع مسؤولين والموظفين وديجا اثرت عليها معناها ربما تعديت الوضعيه حتى للقضاء. هذايا وين معناها تاهي بالبلديه 24 ساعه يطفي وسائل الاعلام يخدم على الصفحه هذه معناها في الاجتماعات الخاصه والعامه. احنا داخل جلسه قمنا بها تقريبا منذ اسبوع رينا ارتياح كبير من الناس الحاضرين في الاجتماع هذه في الجلسه التمهيديه جلسه تمهيديه قمنا بها مؤخرا ومعناها براتيكمون احنا على الجهد تقوم به البلديه في النظافه. اي انت كي تقول لي صفحه نعم. في التابعه للمجتمع المدني او ناشط في المجتمع المدني تراقب في البلديه ما فيها بيس معناها هذاك دور المجتمع لا المدني لا لا واليوم كي تبدا ثم حاجه ولا نقائص نحكيوا عليها. بالضبط احنا ماذا بينا توقع المراقبه والمجتمع المدني راهو شريك في العمل البلدي. احنا ماذا بينا ديجا حتى في الاجتماع ديما ماذا بينا يجيو بحضانا ويحضروا معنا اذا كان ثم بعض الاخلالات ينبهونا لها خاطر ماناش باش نغطوا كل شيء ونتجم الكل والخطا بشري هذا طبيعي جدا. لكن انه يوقع مغالطه الراي العام هذه هي المشكله اللي صايره. انا غالط الناس وكل ما هو برا كارثي وش يكتب السيد هذايا في الصفحات وخاصه يكتب متى يقع محاسبه ما تمد جرنباليا العمليه ولا الشخصيه. انا ما نتلفتش الحالات هذه لكن نحكي في الشان العام خاطر الاداره ما تحكيش بالاشخاص تحكي في الشان العام مع المجتمع المدني مع الناشطين مع الجمعيات مع اي انسان يحب يعطي اضافه. اما انك باش تشخص العمليه ديجا انا وقت نحكي على الصفحه هذه الساده المستمعين اللي هم من مدينه جرنباليا الكل يعرفوا شكون الشخص هذايا. هذا الشخص هذايا في مرحله من المراحل استولى على الملك العام وقدمنا قضيه انا ثم نهج سكر وبناه قدمنا قضيه للنيابه العموميه بمعنى بنيه قديمه ما نجموش نعاينوا الاشغال حينيا وسبق له كذلك انه تهجم على الموظفين البلديه. هذا شخص انا مش نحكي لا ما نحكيش بالعكس انا نتعامل مع الاحزاب ومع الجمعيات كلهم بالاحترام ونفس المسافه. اما شخص واحد واضح
نتمنى انه يكون واعي اكثر ونكون يتحمل مسؤوليه اخلاقيا بطريقه اكثر، معناها تكون مترفعه اكثر، لانه انه نهاجم مسؤول ولا رئيس مصلحه ولا مسؤول في البلدية، هذا راهو مش هذا العمل المجتمع المدني. نتمنى واضح ويبقى حد يبقى حق الرد طبعا للطرف الاخر اللي تحكي انت عليه من غير ما نذكر الاسماء. شكرا. ربي انا لا ما ندخلش في الاسماء، اما جيت ملاحظه صغيره، انا نتمنى من 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 الصفحه هذه ومشرف عليها، ونتمنى من الغير انه يحكي عن 127% من الميزانيه تحققت في السنه الفارطه بتاع البلديه.